احنا الفقره دي هينورنا ويشرفنا فيها بطل من ابطال الرمايه اللي ليهم مستقبل واعد جدا واللي رفعوا علم مصر في كتير من البطولات العالميه، يمكن اخرها بطوله العالم للرمايه اللي اقيمت في مصر الاسبوع الماضي. فخلونا نرحب بضيفنا اللي منورنا، كابتن عمر كمال، لاعب منتخب مصر للرمايه. كابتن عمر منور الدنيا، واهلا اهلا بحضرتك. الحمد لله، نورنا يا كابتن. صباح الهنا. وقبل اي حاجه نخش على تفاصيل البطولات وغيره، خلينا نعرف عنك اكتر. عندك كام سنه؟ ابتديت الرمايه امتى؟ وايه اصلا اللي حببك في الرياضه دي تحديدا؟ انا اصلا كنت بلعب رياضه الخماسي الحديث. بعد كده المدرب بتاعي في رياضه الخماسي الحديث، يعني اللي بيمرني رمايه، قال لي روح العب يعني رمايه، انت شاطر فيها. بيبقى في رياضه دايما كل واحد مميز فيها. يعني أكتر. دايما واحد بيبدا من هو صغير لسه بيتعرف على الرياضات وكده، بعد كده بقى بيبتدي يعرف هو احسن فين يعني. المهم رحت لعبت رمايه في 2015 تقريبا، 2016 لقيت نفسي في المنتخب. اكيد مش من فراغ، اكيد شافوا منك يعني اللي خلاهم يقتنعوا. الحمد لله طبعا، الحمد لله. برضو الرمايه بتاعت الخماسي كان ليها عائد كبير ان انا ابقى كويس في الرمايه نفسها، يعني كانت علمتني البيزكس في الاول عامه يعني. بعد كده لما دخلت المنتخب في 2016، فمفيش سنه لقيت نفسي اتاهلت اولمبياد الشباب 2018 في الارجنتين. ساعتها مدرب المنتخب قال لي لا، هنوقف بقى خماسي عشان عندنا اولمبياد. نركز هنا. طبعا هي الفكره في الخماسي ان هي كانت مداني فيتنس عام عامه، لان هي طبعا لعبه فيها 5 العاب. صحيح. ويعني كانت مخليه الفيتنس بتاعي ان جنرال كويس يعني. انت حاليا مش بس بتلعب رمايه، ده انت كمان بتدرب رمايه لفرق الخماسي، صح كده؟ انا بحب الخماسي جدا من وانا صغير يعني، فما حبيتش ان انا افصل عن الموضوع خالص، فكملت ان انا ادرب رمايه في الخماسي يعني. طب رجوعا بقى لسؤالنا، هود يعني دراسيا ايه بتشتغل؟ خلصت الدراسه لسه بتدرس يعني؟ عرفنا اكتر على شخصك يعني. انا في كليه هندسه جامعه القاهره قسم مدني. هتقول لي ازاي مع الرياضه؟ اقول لك ما اعرفش، المعادله صعبه. لقيت نفسي كل اللي قال لك لقيت نفسي بالظبط كده، هو فعلا لقيت نفسي يعني. الواحد دخل ثانويه عامه طبعا لازم تذاكر بقى والحاجات اللي انتوا عارفينها دي، فالحمد لله ذاكرت وربنا كرمني، وكان عندي كانت سنه الاولمبياد بتاعت الناشئين. وانت في ثانويه عامه؟ وانا في ثانويه عامه. وجبت 99.5%. لا ما تقولش بقى. لا يا راجل. بس خدت اكسبشن يعني. طبعا انا كنت جايب يعني المجموع الفعلي 97.5، بس في حافز رياضي من البطولات اللي بناخدها دي يعني. ما شاء الله. فكان التوتال 99.5. هقول لبابا فضيحه عملتها بقى دلوقتي. لباباك قول بقى اللي عندك. هو كان عايزني اخش بترول السويس، وانا ما كنتش حابب الموضوع لان كنت هتغرب هقعد هناك في السويس وكده، وما كنتش عايز اسيب موضوع الرياضه يعني. فقلت له ان انا عملت في الرغبات بترول السويس، بس انا عملتها عملتها هندسه القاهره عشان اقدر ان انا اواكب الدراسه. طب هو ليه كان الرياضة. عايز بترول السويس؟ طبعا بترول بقى، هندسه بترول، الناس بقى عندها فكره ان هندسه بترول كويسه وكده، بس انا يعني لما بصيت لقدام الموضوع قرب ينتهي خلاص، العربيات الكهرباء ابتدت تطلع. صح مثلا. صح. ففكره استخدام البترول قلت شويه يعني. يا ترى انكل بقى حاسس بايه دلوقتي؟ معلش بقى. لا بس اكيد اكيد فخور بيك يعني، اكيد عيلتك كلها فخوره بيك يا عمر. ده بجد يعني ما شاء الله انت ناجح على المستوى ده، فمش كل الناس تعرف تعمل المعادله دي يعني. والله الحمد لله طبعا يعني، ده توفيق من ربنا بعد اي حاجه يعني. بس انا عندي كده فكره ان اي حد عايز يعمل حاجه لو اشتغل على نفسه ان شاء الله يعني ربنا هيكرمه. مفيش كويس حد ان انت مقتنع بده وبتنفذه كمان يعني، انت شخصيا بتنفذ اللي انت مقتنع. هو والله يعني من اكسبيرينس اللي خدتها في الرياضه وفي الدراسه وحاجات كتير يعني، هي اللي وصلتنا للموضوع ده. بعد كده ممارسه الرياضه من وانت صغير برضو بتفرق معاك فكريا شويه، بتخلي الواحد يعني يبقى متطلع اكتر، عنده فهم واعي اكتر، بيخليه يقدر يحدد لنفسه بعد كده مستقبله ويبقى عنده مسؤوليه وكده يعني. حلو جدا. تعال بقى نتكلم عن البطولات اللي انت بتشوف كانت الاصعب، كانت الاختبارات الاقوى بالنسبه لك يا عمر. كلمنا عنها، انهي بطوله اكتر واحده فاكرها؟ كان عندي بطوله في هولندا 2018، كانت هي صعوبتها ان هي كانت اول مره العب او اخش فاينل في بطوله عالم او بطوله دوليه يعني، فما كنتش مصدق، بس الحمد لله يعني كنت عندي امل ان انا ممكن اخش يعني. المهم لما دخلت البطوله، فاحنا عندنا الفاينل بيبقى عباره عن 24 طلقه، بنلعب 5 طلقات 5 طلقات، بعد كده طلقات فرديه. فالمهم احنا بعد اول 10 طلقات البطوله بيبتدي يظهر يعني، مين ماشي قدام مين ماشي ورا كده. فانا بعد اول 10 طلقات احنا عندنا احسن طلقه اللي هي الطلقه العشرة دي، فانا بعد اول 10 طلقات تقريبا كنت جايب ال 10 طلقات 10. ما شاء الله. وانا يعني كان موضوع المنتال مخليني مركز قوي، مش مركز ايه اللي بيحصل يعني. انا عشان عامل منتال كويس قبل ما اخش، فانا مركز في الماتش، فمش واخد بالي ايه اللي بيحصل بالظبط. بعد ال 10 طلقات لما جم بعد ما ضربناهم يعني، فانت الجمهور ممكن يشجع في الفاصله ما بين كل طلقه وطلقه. اوكي. ف
فلما الجمهور شجع فانا ببص ورايا لقيت المنتخب كله ايه يعني المنتخبات التانية يعني واقفين بيسقفوا وبتاع ومش عارف ايه وكله مركز عليا، فانا جالي ايه اللي هو تشوك اللي هو ايه اللي بيحصل ده. فانا بقى ال 12 طلقه ال 14 طلقه اللي باقيين تقريبا انا كنت مش عارف انا بلعبهم ازاي بقى، فقدت التركيز بقى طبعا يعني فقدت التركيز في كام طلقه وقدرت ان انا ارجع تاني الموضوع، بس هي كان صعوبه الموضوع ان انا كنت اول مره اتحط في الموقف ده.